تعالي اتفضلي. ايه رايك في الفيلا؟ حلوه جدا طبعا، دي تحفه. لحظه ايه بس، مش ثانية لما تشوف الدور اللي فوق على الاقل عشان تقولي رايك كامل. طب انت عايز رايك ايه؟ مش احنا اتفقنا خلاص هتشتغلي معايا؟ دي يا ستي تعتبر اول حاجه هستشيرك فيها، وبصراحه الفيلا دي معروضه عليا بفكر اشتريها، بس هي محتاجه شويه توضيبات وتشطيبات وكده. يعني هي سعرها كويس جدا؟ لقطه. لا خلاص ما دام لقطه اشتريها طبعا. برضه تتسرعي، مش ثانيه لما نشوف بقيتها نشوف الجنينه ونشوف البسين. بس على حسب. طيب هو انت هتاخدها استثمار؟ خدها عشان اتجوز فيها. مش انت يا ستي كنت قلتي لي ان احنا ما ينفعش نتجوز غير رسمي؟ وما قدرتش. واديني دلوقتي قدرت، عشان اكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك. وبعدين بصراحه يعني المشكله عندي ان كان عندي عقده من الجواز عموما، بس انا دلوقتي خلاص انا رفعت الرايه البيضاء وبرفع لك ايدي اهو وسلمت. قصدك ايه؟ لا كل ده ومش فاهمه؟ بص يا ساره، خدي لي ميعاد من ماما، ولو وافقت تجوزك ليا الفيلا دي كلها هتبقى مهرك. يعني منصور نفسك ما تنفكش غير على الكنافة؟ ماما ياسر عايزك تحددي له ميعاد عشان يطلبني رسمي. عايزة عايزة في اللي مكفيه، لسه قافل معايا من شوية وعرفت ان عنده مشاكل كتير قوي في شغله الجديد. يا سلام، هو عشان عنده مشاكل تروح تتجوزي غيره؟ بالعكس يا ماما، أنا بس مش عايزة أزود مشاكله أكتر من كده، مش عايزة أدفعه تمن حبي ليه. أنتِ لو بتحبيه بجد ما تروحيش تفكري في اللي اسمه ياسر ده. يا ماما ياسر هو اللي مش عايز يبطل يفكر فيا. زي ما يكون ربنا زرع حبي في قلبه عشان ينجدنا من الفقر اللي إحنا فيه ده. لا ما تحججيش بيا، أنا عن نفسي راضية بنصيبي اللي ربنا قسمه لي. وأنا بقى ما عدتش مستحملة نصيبي ده أكتر من كده. ولا عدت مستحملة الذل اللي ربنا خلقني فيه من ساعة ما اتولدت. يا بنتي يا بنتي انتي عقلي، انتي بعد ما تتجوزيه وتشبعي من فلوسه هتجري تدوري على عيسى عشان ده اللي انتي حبيتيه بجد. ما بقاش من حق احب واتحب يا ماما، ولا بقيت عايزه اي حاجه من الدنيا دي غير اني اعيش بكرامتي. انا مش عارفه الراجل ده وعدك بايه غيرك كده. طبعا استغل سفر عيسى عشان يلعب في دماغك، صح؟ طيب انا هقول ان انت مستنيه يوم الخميس الجاي. يا بنتي يا بنتي اهله مش هيرضوا يتجوزوكي ليه؟ هتدخلي في حرب ما انتيش قدها. انا ماليش دعوه باهلي، هو اللي هيحاربهم لو عايزني. ها ايه رايك؟ انا جبت العمال يشتغلوا زي ما اتفقت معاكي بالظبط. بسرعه كده؟ لا طبعا بسرعه، عشان بس تعرفي ان انا بحبك. ها بصي بقى يا ستي، في حاجه كمان. ايه ده؟ يا رب تعجبك. دي الماس حلوه. ايوه بس احنا ما اتخطبناش لسه عشان تجيب لي شك. مين قال لك بقى ان دي شبكه؟ دي تقدري تقولي كده ان هي هديه بسيطه عشان اثبت لك قد ايه انا بحبك، بس بطريقتي. لو هيبقى عندك مشكله ما تلبسهاش دلوقتي قدام مامتك ولا قدام اي حد، بس خليها معاكي. طيب عموما انا قلت لماما ان انت عايز تتجوزني، وهي ان شاء الله هتستناك يوم الخميس الجاي. طيب كويس جدا، وانا هستعد من دلوقتي. ما تفرحش قوي كده، هي اصلها مش مبسوطه يعني، وجايز تعقرب لنا الجوازه. ما تخافيش، انا هعرف ازاي اقنعها بطريقتي. مين الغلس اللي بيتكلم دلوقتي؟
ايه؟ مش هتردي؟ لا اتفضلي. اسف بيه. اهلا. هو سعادتك ما تعرفش ان عيسى ابني مسافر؟ لا انا عارف. امال طالع لمين؟ هو هكون جاي لنا؟ اكيد لا. بعد اذنك عشان مستعجل. مساء الخير. مساء النور. أنا ياسر الشغربي. أهلا وسهلا، تفضل. شاي. تسلم إيدك. هي في مامتك كل ده؟ زمانها جاي. طيب مش عارفه هي ويالي على ايه ولا ايه اللي هيحصل. بص، هي بقى لها يومين ما بتكلمنيش. ربنا يطمنك. ماما. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ياسر بيه يا ماما، اكيد طبعا عارفاه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ساره كلمتني عن حضرتك كتير جدا، وبصراحه بحسدها ان هي عندها ام عظيمه زيك. كتر خيرك يا ابني. ربنا يخليكي، وكمان فرحت جدا ان حضرتك وافقتي تقابليني النهارده. بصي، يعني انا شغلي في البيزنس علمني ان انا ما اضيعش وقت خالص. انا جاي لحضرتك النهارده عشان اطلب ايد ساره. طب ايه يا ماما؟ ساكته ليه؟ انت عاوز تتجوز بنتي؟ ايوه طبعا، كل الشرف. بس احنا ناس غلابه زي ما انت عارف. بالعكس، ساره بالنسبه لي اهم واغنى بنت في الدنيا كلها. ما كنتش جيت طلبتها لوحدك. نعم، اصول بتقول كده. حضرتك بس قولي ان انت موافقه، وانا المره الجايه ماما هتكون موجوده معايا. وايه فايده موافقتي اذا كانت مامتك مش موافقه يا ابني؟ ايوه، وإيه اللي خلى حضرتك تقولي إن هي مش هتوافق؟ كانت جت معاك. ما أنا قلت لحضرتك قولي لي والمرة الجاية هتبقى معايا، وكمان هبلغها إن أنت عاوزة تشوفيها مخصوص. لا، قول لها إنك عاوز تتجوز سارة، وإن ما ينفعش إنك تطلبها لوحدك. شوف هي هتقول لك إيه. عن إذنك. اتفضلي يا فندم. ما بدر يا ياسر فين؟ مش كنت تقول لنا انك جاي؟ كنا نبقى في استقبالك. ولا فاطمه قامت بالواجب؟ لا ما تقلقش، فاطمه قامت بالواجب وزياده. شفت؟ شفت وسيم بيتكلم ازاي؟ بس بصراحه عريس زي ما قال الكتاب. انا عايز ايه وبتاع ايه؟ دي المفروض تبقى مصيبه، مصيبه يا وسيم. ايه؟ عيسى هيرن لي دلوقتي يطمن عليا زي كل يوم، انا مش عارف اقول له ايه. ما تقولوش اي حاجه طبعا. انا خايف اقع بلساني. لا ابوس ايدك، امسك لسانك المره دي. امسكه ازاي بس؟ ده انا بقالي اكتر من 50 سنه مش لاقي له ماسكه. خلاص، يبقى ما تردش على عيسى لغايه لما تقعد مع حماتي تفهم منها ياسر ده كان جاي يعمل ايه. جاي يطلب ساره. يخرب بيته، اتجنن في عقله ده ولا ايه؟
والله ما انا عارفه مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. ايه قصدك تقول يعني ان ساره وافقت عليه؟ بس يا منصور انا ما بقتش فاهماها من ساعه ما سابت شغلها في الاتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب بقى اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجه عشان يصطاد في المال عكره، فاكرت من عيسى مسافر مش هيلاقي حد يقف قدامه. لا انا بقى هعرف ازاي اربيه من الاول وجديد، هرجعه من اول الخط، هطوقه وادفعه الثمن جاي. لا يا منصور خليك انت بعيد. ايه عايز انا اقف اتفرج عليه وهو بياخد ساره من عيسى؟ مش هيحصل.